أتحدث عما يجري في غزة. هذه المقامرة بالأطفال وبالنساء في معركة ليس لفلسطين فيها ناقة ولا جمل. قالوا وقلنا المقاومة السلمية، العمل السلمي، المقاومة الشعبية السلمية، فلماذا إذن تضحون بالأطفال أمام جنود الاحتلال وتلقون بهم إلى التهلكة خدمة لفلسطين؟ لا والله، ما لفلسطين في هذا معرب، وما لفلسطين في هذا نصيب، وما للدين في هذا نصيب. أحد الشياطين، شيطان رجيم يسمي نفسه مفتيا. سمعت بالأمس مقطعا يتكلم فيه يقول هذا هو أعظم الجهاد. أي أعظم جهاد؟ أعظم الجهاد أن تلقي بالأطفال ليقتلوا أو تبترى أطرافهم وقياداتك تتنعم في النعيم وفقط. مهمة أصبحت مهمتها المشاركة في الجنازات فقط وزيارة بيوت العزاء، لأنها ليست لأطفالهم وليست لأولادهم. أهلنا في غزة هم بعضنا، هم جزء منا. ويا أهلنا في غزة، يا أهلنا، يا أحباءنا، لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين، وحافظوا على سلمية أية حركة تقومون بها وأي عمل تعملونه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المقامرين والمغامرين وأصحاب الأجندات الذين يريدون بالدماء أن يعيدوا إنتاج أنفسهم